الآن يريد أن يخاطبكم باللغة العربية عبد الهادي. الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللسان نعمة عظيمة، يجب على الإنسان بحفظ اللسان هو الله يكذب الإنسان بلسانه ولا يسب ولا يشتم أحدا، وأن يجنب لسانه من الغيبة والنميمة، ويجب أن يكون المسلم مستقيما في قوله وفعله ولا يزي أحدا من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وما علينا إلا البلاغ المبين.